وتشكيلة برنامج ملعب الوسط لهذه الجولة. زي ما نشوفه طبعا جواد رزق هو الحارس الأبرز، معاد الصغير هيثم العيوني، تيري مانزي وأيوب عياد في خط الظهر، صهيب بن سليمان، معتصم التايب في الارتكاز، طلحة رزق، مويد اللافي، يحيى زليطني على مستوى وسط الملعب وعلى الأطراف، جوناثان سواء هو مهاجم هذه الجولة. المدرب بحسب اختيار محللي الوسط هو زوران الصربي مدرب فريق الهلال كباتن. هاي خلي نبدو ببوبكر. طبعا نتكلم عن زوران اولا، يعني كمدرب بكل صراحة، يعني انك انت تبدا فاقد النتيجة 1-0 وانك انت يكون منقوص العدد وانك انت تبادر وتهاجم فريق زي بقيمه الاهلي بنغازي اللي يعتمد عليه القوه الهجوميه اللي موجوده عنده، هذا يؤكد ان المدرب لا زي ما نقول احنا عنده الجراه وعنده الرغبه انه هو يرجع في المباراه ويقدم اداء مميز، وهذا ما شفناه يعني على مستوى التغييرات وعلى مستوى اللعب الهجومي البحت من اجل تعديل النتيجه، وهذا ما تفوق فيه زوران في مباراه اليوم واستحق انه هو يكون مدرب الجوله. ما اعطيتهاش لمدرب وطني؟ لا حق لا او ما قتلتش على مدرب وطني؟ لا حكم لا هذه معلش اختيارات الطاقم الفني كله. ليش موقف اسمع، احنا لازم نقول كلمه حق، نمزح معك قدام الاهلي بنغازي وخاسر 1-0 وناقص العدد وتقوم بالشكل الهجومي هذا ولا وتسيطر معاها وناقص منك لا ناقص منك لا. طيب في الخيارات رمزي اعطيني خط الظهر هاي في دقيقة. خط الظهر طبعا معاد صغير في الجهة اليسرى وهيثم العيوني وتيري مانزي كقلبي دفاع وأيوب عياد، لأن نشوف فيهم ماشيين بخطة ثابتة وقدموا مستويات جيدة سواء في من ناحية التغطية من ناحية الزيادة العادية بالنسبة للأطراف معاد صغير وأيوب عياد وهيثم العيوني وتيري مانزي في المراقبة وفي الترحيل في خط الدفاع وفي افتكاك الكره، فنعتبر فيهم من ابرز اللاعبين الجوله الاولى من ناحيه خط الدفاع. ايضا شاركوا في حصد 3 نقاط، نتكلم على ايوب عياد هو كان صاحب العرضيه المميزه. طيب كابتن سمير هيكمل الباقي. جواد رزق عندك هنا؟ جواد رزق جواد رزق تكلمنا عليه. اخترته صهيب بن سليمان معتصم التايب كان علامة فارقة أيضا في الجولة، خاصة اللي راهو صهيب بن سليمان طور بشكل كبير مع الأهلي بنغازي وأصبح لاعب عنده الزيادة العددية مساندة الهجومية عند الكرة الطولية اللي هو عادة ما تكون يعني مفيدة للفريق من الجوانب الهجومية خاصة للمهاجمين. معتصم التايب اللي شفناه اليوم في كرة ثابتة قدر أنه هو يرجع الهلال وكان لاعب بديل بديل ورجع يعني بالهلال من كرة ثابتة كرة فوق السدرة، وهذه تعتمد على مهارة اللاعب، وقلنا دائما بكري ان احنا اي لعب كرة السد دائما لما تكون فوق السد يعني مش في اتجاه الحارس تحسب للمهاجم وتعتبر مهارة من مهارات المهاجم. طلحة رزق ويحيى زليطني على اطراف، طلحة رزق اليوم زي ما قال رمزي قدم اوراق اعتماده مع الاهلي حتى قبل ثاني هدف طبعا الموسم وطبعا اخر هدف وهذا الشيء اللي خلاه اليوم يبدا به هو يحيى زليطني قيمة ثابتة في واضافة لنادي المدينة لفريق المدينة، واليوم افضل لاعب في المباراة مؤيد الله في لاعب صانع العاب لاعب يملك الخبره عنده كل الامكانيات ساهم في الفوز هدف الاول يعني استفاد من الكره العرضيه اللي كانت بشكل كبير للاهلي استفاد بكره عرضيه اعطى ثقه للاعبي الاهلي ان هم خاصه الراول نتكلم يا مؤيد لما تبدا انت تهاجم وتخسر العديد من الفرص اللي هي متاحه ان هي تقدر تسجلها وما تسجلهاش راه بترجع بالسلب على عليك واحيانا تفقد حتى نتيجه المباراه، لكن اليوم اللافي كان مميز في الارتماء ولعب قصير القامه ويسجل بالراس. ايضا جوناثان سوان هو الهداف. طبعا شفت طريقه اللعب مش شفت انت عارفك شو بتقول يا ابو بكر، شفت اللاعب امتى يتقدم في الوقت هذا ويجيب 3 نقاط. اعطيك الصحه، هنا فرق الضغط بين انت لاعب عندك شخصيه في الضغط هذا وبين انت لاعب مهزوزه شخصيتك امام حارس مرمى. طيب استاذ عبد الرحيم تشكيلتهم كويسه ولا متوازنه ولا شنو وضعها؟ والله لا يفتى في التدريب قدام هؤلاء القامات يعني. طيب بارك الله فيك. طيب